مباشرة. إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. إنجاز اللي قام به البطل العالمي كريم مصطفى، بطل في الدراجة الهوائية، اللي قطع من خلاله 15000 كيلومتر، 15 دولة، 3 ديال القارات، يعني من الدار البيضاء وصولا إلى بكين والعودة إلى أرض الوطن. في هذا الإطار هذا معنا الإطار الوطني هشام روق، يعني مدرب ديال العديد من الأندية الوطنية اللي في مارسة في القسم الوطني الأول والقسم الثاني. هشام روق اللي غادي يتكلم معنا على هذا الإنجاز ديال كريم مصطفى، واللي كيقول بأنه هذا إنجاز تاريخي ومفخرة مفخره لهاد الساكنه ديال المدينه القديمه وديال الشباب ديال المنطقه. اسمعوا معايا الاطار الوطني شمروق اشنو قال. السلام عليكم. اكيد تبعتي عبر مراحل مده 7 اشهر مرحله بمرحله، كنتي من الناس اللي عاشوا داخل مجموعه هذا الانجاز اللي قام به البطل كريم مصطفى من خلالكم انتم خويا هشام. كيبان لك وكي غادي نبدا باش ختمتي هو انه بطل، الا قلتي بطل، بطل عالمي، بطل ماشي مغربي، بطل عالمي مغربي، وهذا شرف لنا كمغاربه كاملين وشرف لنا كابناء منطقه المدينه القديمه، لان باش تلقى بطل كيضرب هذه المسافات كبيره على اساس انه انطلق من مدينه الدار البيضاء صوب بيكا، هذا راه ما يقدرش كيقولها غير الفم، لان هاد السباق ولا هاد الرحله فيها مشاق وفيها فيها مخاطر وفيها صعوبات كبيره وكبيره، لانه اللي تبعتوا معاه في المجموعه لحظه بلحظه، كيفاش كنتوا كتعيشوا ديك اللحظات ديال الفرح ديالو والحزن ديالو؟ كيفاش كنتوا عشنا مع لحظات حماسيه ولحظات اللي هي رياضيه ولحظات، ولكن بعض اللحظات لانها صعيبه، مثل نهار ما جاوبناش في الواتساب، لان كانوا متبعين على الواتساب، واحد النهار ما جاوبناش، هنا كل شيء تخلى عليه. كان في هذيك المرحله ملي ما جاوبناش؟ لا، كان وسائل ديال تما تنقولوا ديال الريزو في واحد البلاد اللي ما تذكرتش من دوله كان في هذيك اللحظه؟ لا ما تذكرش. واش في اوروبا ولا اسيا؟ لا في اسيا. وقع اشكال كبير في التواصل ديالو، قلنا وقعت لي شي حاجه، لان مره كيحكي لنا فين داز، ولكن هاد المره قلنا وقعت لي شي حاجه اللي كارثيه، لان تمرمت تقولنا راه جيت من الموت، راه جيت من الموت كل مرحله، ولكن النهار غبر علينا ولينا كنفكروا غير في الموت، الموت على حق، ولكن كبطل كنخافوا عليه، لانه واحد من ابناء الوطن ما نبغيو له الا الخير. لان شفنا في الاستقبال ديالو كانوا كما كنقولوا اطفال صغار، شنو الرساله اللي بغيتوا انتم توصلوا لهاد الاطفال الصغار اللي خليتهم حضروا لهاد الاستقبال ديال هذا البطل؟ لان باش تعرف المساهمه والتشجيع ديال البطل ديالنا كريم مصطفى، كان تشجيع من نادي رحالي كرة القدم وعلى راسهم السي الحاج عبد الواحد رحال والنادي رحالي كرة القدم، وبغينا التحدي اللي قام به هذا البطل الكبير اللي هو كريم مصطفى نقلوه لهاد الوليدات، لان اي واحد بغى يوصل شي هدف ديالو وسترو خصو يقول امن بانه غادي حقه، يعني وليدات ان كل شيء يقدر يكون بطل، ماشي بالضروره يكون في كرة القدم، بل في جميع الرياضات او في الدراسة او في مجال ما. اذا هذه الرسالة اللي بغينا نوصلوا لهاد الوليدات في الحضور ديالهم لهذا الحفل الكبير اللي قام به نادي رحالي كرة القدم في اتجاه البطل ديالنا ولد المدينة القديمة ولد دربنا على اساس هو كريم مصطفى. علاش ما كتلاحظش بانه كاين غياب ديال وسائل الاعلام الرسميه؟ يعني ولا كنا كنتكلموا على بطل من ذهب بكل صراحه، بطل من ذهب، انه باش يقوم بهذه الرحله على طريق بين بطوطه وعلى خطوطه بين بطوطه على طريق الحرير ويقوم بهذا، شفنا استقبال من طرف سفراء ديال جلاله الملك دول عديده، شفنا كذلك حتى وسائل الاعلام في الصين في عدد من الدول اللي كانت كتستقبل هذا البطل. علاش اليوم كنلاحظوا غياب ديال الوسائل الرسميه على استضافة هذا البطل بكل صراحة؟ ونقطة جبتيها نقطة كانت من النقط الجيدة واللي كنت نطرق لها، أن كاين حيف من مثل هذا البطل، مثل الإنجاز اللي قام به هذا البطل مصطفى،
لانه كيمثل الرايه المغربيه اول حاجه، وقام بواحد التحدي اللي ما يقدرش يقوم باي انسان عادي الا ما كانش بطل في العالم باسره، ما تنقول بطل عالمي، لان حمر لنا الوجه وعلى رايه. ملي كيذكرتي القارات كامله تيقول منين جيتي، تيقول المغرب، تيقول لي علاش، تيقول لهم على الدراجه راه ماشي سهله، وخلى واحد الصدى طيب لانه مثلنا في الرياضه ومثلنا في الاخلاق ومثلنا في الوطنيه. يعني اي حاجه هو كيذكرها الا كيذكر بها الوطن. لدرجه واحد اذا سمحتي لي يا خويا هشام، استحضرت واحد المساله تكلم عليها الحاج عبد الواحد الحاج الشمامي، قال بانه كاينين ناس تجار عرب اللي كانوا كيحاولوا انهم يدوا ليه المساعده، ولكن كان كيجاوب واحد الجواب اللي فيه الوطنيه فيه الغير الوطنيه. شنو هو ذاك الجواب اللي نسمعوا؟ ذاك الجواب اللي كان كيقولوا السي كريم مصطفى، هذا دليل على انه الهم الاول والاخر هو رفع التحدي، رفع التحدي ورفع رايه الوطن هو الهدف ديالو، ما كانش الهدف ديالو انه مادي او ما مثل ما مثل هذه الاشياء. يعني كان كيقول لهم انا ما بغيتش فلوس. وهاد الحوايج هذا في نفس الوقت راه ميساج بالنسبه للاطفال ديالنا والابطال ديالنا اللي جايين مستقبلين ان شاء الله تعالى. مره اخرى تنقولوا غير باش التذكير ان هذا بطل بوسطى، غير باش عرف راه بوسطى قبل ما يدير هذه الرياضه التحدي بالدراجه، راه عندنا بطل عندنا في المدينه في رياضه السباحه. وانا راه تنهضر لكم من ابناء من مدينه قديمه، ابناء البحر، ما تقول البحر الناس كيعرفوه الناس باسم ديال مريزيكا، انا ولد مريزيكا وكنعرف العائله ديال مصطفى، عائله كلها ديال السباحه، من ضمنها مشى رياضه اخرى اللي قام 30 مباراه دوليه في رياضه الملاكمه، وانتصر في 28 وتهز بجوج. هذه المعلومه هذه مثلا فرنسا ماشي بفرنسا، مجموعه كانوا ذاك الجيل ديال الزمن الجميل اللي كان كيرفع الرايه ديال الوطن. نعم. كان سفير. نعم. الرايه المغربيه خارج ارض الوطن. يعني بطل اللي ذكرنا بطل نعاود نذكره، بطل من ذهب، بطل خص تكتب عليه كتاب، بطل لان خاصو كان استقبال يكون افضل بسيرتو بالنسبه للصحافه المغربيه في حقها كاين حيف. هذا ميساج اللي انهم خصو يوصلوا هذه الرساله اللي قام بها هذا البطل هذا، لان ماشي مسهل، وهذا افتخار لنا كعرب وكمغاربه وكافارقه. فمره اخرى شكرا شوف تافي لان قامت بالدور ديالها وجات وصادفات الاحتفال ديالنا بالنادي الحالي كره القدم. شكرا. اذا مشاهدين شوف تافي بالفعل بطل من ذهب كريم مصطفى، ومن المؤسف اننا نشوفوا وسائل اعلام رسميه ما حضراش سواء في الاستقبال ديالو سواء في التكريم ديالو، فهنا كما كنقولوا علامه استفهام كبرى. ولكن الحمد لله قناه الشعب قناه شوف تيفي دائما وابدا حاضره وموجوده في جميع التظاهرات اللي كتخص الرايه الوطنيه، فاحنا حاضرين لها. اذا حتى هنا غادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه، احنا باقيين معكم خلال هذا التكريم لهذا البطل من ذهب كريم مصطفى. شكرا لكم على حسن المتابعه، القاكم في بث مباشر اخر. كان معكم بالتعليق مصطفى القرناوي من طاقم شوف تيفي، والى اللقاء.